السلام عليكم. الطب النبوي طب عميق، والطب النبوي يسوي ابداعات باذن الله. هذا الابداع هذا مره يعالج السمع، اذا ما تسمع، اذا في اي مشكله اذن، وجع راس، دماغ، التهابات، لوزتين، شو تسوي؟ شوف ابداعات جديده باذن الله تعالى على طريق القران والسنه والطب النبوي. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الناس من نفع الناس. ليه تنفعكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الاسلام ما هو سر المهنه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى نخدمكم، شوف شو نسوي، تجيب زيت الزيتون، ملعقه شاي سخينه زي الزيتون، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل الزيت ودهنوا به، فانه من شجره مباركه، والتين والزيتون وطور سنين، وهذا البلد الامين، لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. الله اكبر، هذا كلام رب العالمين. هذا حبه السوداء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان في حبه السوداء شفاء من كل داء الا السام. قال: يا رسول الله، وما السام؟ قال: الموت شفاء. وهذا من عقب ما شاي، شوف تخلطها زي الزيتون وزيت حبة السوداء، شو يصير؟ يصير مكان. وثانيا تف شفاء بلا شك. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما تقول آمين. وثانيا اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. تعال وتف، شو تسوي؟ تخلطها يصير شفاء. خوش يستان زور كسي تقمي بتفيدي او بيغمبر حديث سوسي مخاريا ما بجوش بخشو دا بأجام بخول بيغمبر تفخولي لدا بالعمد بي بروجي فخر نبي استابر روجي ما تفكرم دفتو مبارك إنسان كبر رجيم دوامينش بدجنوش شمية سيمش قرآن تازخين أو هم دفتر شفاء. تفي إنسان يزور ميمة والله بلا وتلا يزمع، تفي إنسان زمان بهرج شدابي لا بس عشان زنا بس صح حيوان كقلب ريدني كتدخل لدا بزماني هم بينا كان صار رجدني حس ذاك مزان أبو عك البيان زال خوش إنسان أو تهار السلي جه زعيفونيا جه شانيا جه طبيا براكة شيء تاي زي زيتون براكة شيء رون رشكا لقت فكين براكة راس بيتكبتين تقولين تذكر انه جد في استعفى انه جد لكم سعر السنه يا اصدنا خوشي جيو انتهابات يقروا سر يشرب شق يكو تزجم الله الى سرنا خوش انظر كل يتساوون هادو عام لكن لما يقول باريس سرنا كان عمره يسوى هشي بيدو هزار حق يا روجي الشمع او داهنا نشكي نتا بيش كذا كان ناس الطب النبوي شركه في مصاصا ما فهمش شركه في شركه مخ الخلق استفاده بها استاش بوي خداي ورزقان بعد جيوكن ناوجي خندكم بوي أنجو فير إن شاء الله. هسه شوف إخواني هتشوفون شغل خلي على إذني حتى يصير شفاء للمشاكل الإذن لمدة 21 يوما تخلي على إذنك كل ليلة قطرة واحدة خوش شجتان هتا بستيو بروشي هم شوان أنا وجيتان ذاك إستا كتاب إذا كان فرم ما بستا نقول فين خوش حالي فرم تعال خلنا فرم فضل بس شوف إن شاء الله ماشي تبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قرآن هذا جيم كرا بسم الله هات بشي بجيم كرا ثنائي للالتهاب الاذن، للسمع القليل، للوجع، للالتهابات، اللي ما يسمع لمده 21 يوم كل ليله تخلي على اذنك باذن الله. لو تخلي على اذنك خش يصير الشغل ايش من نتيجه هذاك اول شيء نسى الطب النبوي شتي ميت ايش كاش ذاك زياده الطب النبوي دول ما تكاين حتى دا هنا شيء او دا هنا نسى بنزار شاشه حتى صد پنزا حب خواهی گرفت از پیش انشالله تنها می دیم تشت کن تنها پیش کرد جام پیش مرم بوی به خود تن محتاج دکتر و ایرا و ایزی جنبن و صلی الله علی سیدنا و علی حبیبنا آخر ابداعات 156 و صلی الله علی سیدنا و علی حبیبنا محمد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.